الأوكرانيون يتحايلون على انقطاع الكهرباء، وبوتين يتوعد بمواصلة ضرب منشآت الطاقة. مظاهرات في تونس قبل أيام من الانتخابات البرلمانية. كيف تم تناول توقيع الاتفاق الإطاري في السودان في مرآة الصحافة، وفرض عقوبات على إيران يتصدر العناوين؟ أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديث الميديا. كثيرة هي الأحداث التي تصدرت عناوين الصحف والقنوات الإخبارية، ونستهلها بالشأن السوداني. فعلى ضوء الاتفاق الإطاري الذي وقعه المكونان العسكري والمدني، نقلت وكالة الأناضول بيان السفارة الأمريكية في السودان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. البيان يرى أن إنشاء حكومة مدنية جديدة بقيادة مدنية تعيد الانتقال الديمقراطي ما سيفتح الباب أمام حماية أفضل لحقوق الإنسان، مذكرا أن واشنطن واصلت دون توقف دعمها للحقوق الأساسية للشعب السوداني من خلال مجموعة من البرامج لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان عبر منظمات المجتمع المدني. الآن إلى موقع قناة الحرة، الذي أشار في أحد المقالات إلى أنه رغم توقيع الاتفاق الإطاري، فإن بعض القوى ما زالت ترفض الاتفاق وتشكك في جدوى إعادته البلاد للمسار الديمقراطي، حيث رفضت بعض مكونات القوى الوطنية ما أسمته تدخلا دوليا في إدارة الشأن الداخلي السوداني، مطالبة بحوار سوداني سوداني. للتذكير أيضا في هذا الإطار، هذا الاتفاق الإطاري ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسية يقودها مدنيون لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات وفق تعبير الموقع. قناة الشرق الآن شاركت فيديو يتضمن أبرز بنود الاتفاق الإطاري، لنتعرف عليه. إلى ملف آخر مشاهدينا، مع صحيفة الشرق الأوسط التي تحدثت عن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على أكثر من 40 فردا وكيانا في 9 دول مرتبطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، متمثلة في منع السفر وتجميد الأصول. الصحيفة ذكرت أن العقوبات شملت كلا من روسيا وإيران وكوريا الشمالية والفلبين ومالي، واتهمت الخزانة الأمريكية إيران بارتكاب انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان بعد استمرار الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أمينه. الصحيفة نقلت أيضا عن مسؤولين في الوزارة أن العقوبات شملت مجموعة من المسؤولين الأمنيين والحكوميين الإيرانيين ومسؤولي السجون المتورطين في احتجاز المتظاهرين ومسؤولي وسائل الإعلام الإيرانية أيضا، إضافة إلى المسؤولين عن إغلاق الإنترنت في إيران. نذهب الآن إلى The Atlantic التي عزت إلغاء مؤسسة شرطة الأخلاق في إيران لما أسمته الأذى الواضح الذي ألحقته هذه المظاهرات بالنظام الإيراني منذ شهر أيلول الماضي على خلفية وفاة الشابة مهسا أمينه، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات كبيرة. الصحيفة هنا رجحت أن هذا الإجراء كان من شأنه أن يهدئ بعض الشيء من الشارع في بداية الأمر، لأن الأمور قد تتجه للتصعيد وفق وصفها. الآن إلى تونس، موقع عربي بوست، وتحت عنوان صارح الشعب وقوموا بحوار جاد لإنقاذ البلاد. ركز الموقع هنا على مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص وضع البلاد، داعيا إياها إلى حوار جاد على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية ورفع الدعم عن عدة مواد أساسية بسبب أزمة اقتصادية ومالية خانقة
جراء تداعيات جائحة كورونا طبعا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد وفق وصف الموقع. موقع العربي الجديد الآن ومن جهته عنوان كالتالي: تونس تراكم الغضب الشعبي. وفي التفاصيل يشير إلى أن مسببات الغضب في تونس تراكمت نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية لتنعكس في صورة أشكال احتجاجية عبر رفع مطالب اجتماعية واقتصادية أو حتى من خلال مواجهات متقطعة بين الأمن ومحتجين كما سجل في الأسابيع الماضية دائما حسب وصف الموقع. أما موقع إندبندنت عربية فنقل جانبا من الاحتجاجات في الشارع التونسي قبيل بضع أيام من انطلاق الانتخابات البرلمانية. نتابع. مع محاولة كييف نقل المعركة إلى أراضيها، هل ستلجأ موسكو للنووية التكتيكي؟ التفاصيل في منشأت. الأوكرانيون يتحايلون على انقطاع الكهرباء وبوتين يتوعد بمواصلة ضرب منشآت الطاقة. البداية مشاهدين من صحيفة ساندي تايمز التي نشرت تقريرا يقول إن الصراع في أرض المعركة يدفع الحكومة الروسية إلى استهداف البنية التحتية مع دخول فصل الشتاء، حيث أصبح استهداف محطات الكهرباء السلاح الأكثر تأثيرا والذي تفضله روسيا. الروس هنا ودائما حسب التقرير كثفوا من ضرباتهم الصاروخية على محطات الطاقة الأسبوع الماضي كنوع من الانتقام بعد انسحابهم من خرسون، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة الأوكرانية بإعادة وصل شبكة الكهرباء عبر البلاد. لكن الأوضاع رغم كل ذلك تبقى صعبة للغاية حسب الصحيفة. فرنسا 24 سلطت الضوء أيضا على مواصلة موسكو ضرب منشآت الطاقة في أوكرانيا وانقطاع الكهرباء عن نحو 1.5 مليون شخص في أوديسا، إثر قصف روسي استهدف منشأتين للطاقة بطائرات مسيرة. في السياق توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة ضرب هذه المنشآت تحديدا ردا على هجمات كييف لا سيما في شبه جزيرة القرم. في السياق ذاته موقع عربي بوست أورد أن بوتين رفع درجة المصارحة معلنا بوضوح عن تعمد استهداف قواته للبنى التحتية الأوكرانية. نتابع. الآن مشاهدين إلى جبهة بخموت المشتعلة. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن الجيش الروسي يتلقى في هذه المعركة دعما من مرتزقة فاغنر، بينهم سجناء حصلوا على وعود بتخفيف عقوباتهم مقابل قتالهم في أوكرانيا، مشيرة أيضا إلى أن التكتيك الروسي يتلخص في القصف المدفعي وتدمير كل البنى التحتية على أمل انسحاب المدنيين والجنود الأوكرانيين. الصحيفة أضافت أيضا أن المعارك في الأسابيع الأخيرة أصبحت ترتدي طابعا رمزيا أكبر بكثير بالنسبة للمسؤولين الروس، لأن الاستيلاء على بخموت سيأتي بعد سلسلة من الهزائم المهينة بعد انسحابها من خاركيف وخيرسون، ويلقي الروس بكل ثقلهم للسيطرة على هذه المدينة حيث يستعر القتال حولها منذ الصيف مع محاولة موسكو السيطرة عليها من دون جدوى دائما بحسب الصحيفة. من مرحلة الجد إلى أرض المعركة في أوكرانيا في قلب معركة بخموت،
هكذا عنونت صحيفة لو فيغارو الفرنسية في صدر صفحتها الأولى، حيث لفتت إلى أن بخموت تعد الجبهة الأعنف في أوكرانيا وباتت تلقب بالفردان الأوكراني، في إشارة طبعا إلى أعتى معارك الحرب العالمية الأولى في منطقة لوران الفرنسية على الحدود مع ألمانيا. كما اعتبرت الصحيفة أيضا أن روسيا كأنها تبحث عن سبب لوجودها على أرض أوكرانيا، فيما تبدو الأمور طبعا أكثر وضوحا بالنسبة للأوكرانيين الذين يسعون لاستعادة جميع أراضيهم، مشيرة إلى الهجرة المتزايدة في صفوف الشباب الروسية. في السياق، سألت مجلة نيوزويك الخبيرة العسكرية البريطانية فرانك ليدويج الذي خدم في البلقان وأفغانستان والعراق، سألته عن نوعية الأسلحة التي ستحتاجها أوكرانيا ربما لإنهاء هذه الحرب. ليدويج اعتبر أن تسليح أوكرانيا بدبابات ومركبات مدرعة إضافية سيساعدها على هزيمة روسيا، أما السلاح الآخر فيتمثل في أنظمة الصواريخ بعيدة المدى التي ستتيح ضرب شبه جزيرة القرم وطرد القوات البحرية الروسية. نأتي الآن إلى السلاح الثالث دائما حسب هذا الخبير العسكري البريطاني المتمثل في القوة الجوية، معتبرا أن توفير المزيد من المقاتلات سيكون ضروريا للقوة الجوية الأوكرانية لهزيمة الروس بحسب المجلة. الجزيرة نت أشارت إلى خطوات احترازية سارعت موسكو لاتخاذها من أجل ضمان أمن المناطق الحدودية بعد أن أصبحت في مرمى النيران الأوكرانية أكثر من أي وقت مضى على وقع مواصلة هذه الأخيرة استهدافها بالمسيرات والقذائف المدفعية. وبحسب خبراء فإن الضربات الأخيرة التي استهدفت المناطق الحدودية تشير إلى محاولات لنقل العمليات العسكرية إلى داخل الأراضي الروسية، وهو ما يفسر حالة الاستنفار التي تمثلت في إجراءات حماية المدنيين في تلك المناطق واللجوء لاستخدام المسيرات والقذائف الصاروخية بعيدة المدى. الموقع هنا نقل مقتطفا للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يؤكد فيه أن الوضع في المناطق الرئيسية لجبهة دونباس صعب للغاية. كل الحروب تنتهي بالمفاوضات والتسويات لا محالة، هذا ما يؤكده تحليل مجلة فارن أفيرز الأمريكية التي تحدثت عن ثلاثة سيناريوهات تقدم إشارات للولايات المتحدة وشركائها في الغرب ربما للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا من أجل التسوية. متى يحدث ذلك؟ أولاً، في حال استمرت القوات الأوكرانية في تحقيق نجاح كبير وبدأت القيادة في كييف تتحدث عن تحرير القرم. ثانياً، في حال استعادت القوات الروسية زمام المبادرة وفرضت سيطرتها من جديد على مناطق واسعة، لا سيما إذا ما بدأت في التقدم إلى ما بعد دونباس. ثالثاً وأخيراً، إذا ما تعثر الجانبان في طريق مسدود آخر بحيث لا يستطيع أي منهما استعادة تقدمه على الآخر. وفي مثل هذا الموقف سيعرف الجميع أن الأمر لم يعد يستحق تحمل التكاليف الهائلة لاستمرار الحرب. قناة الشرق الآن ومن جانبها عنونت كالتالي: زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام الألغام المتفجرة لإرهاب بلاده. نتابع. Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток, закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури. Йдеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території. في لبنان أب يرهن سيارته لمستشفى مقابل الإفراج عن جثمان طفله الرضيع. وفي بريطانيا، ما هي بكتيريا المكورات العنقودية التي تسببت في وفاة أطفال؟ هذه العناوين مشاهدينا وغيرها في هذه الجولة لأبرز ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ هذه الجولة مشاهدينا بمقطع فيديو لشاب يعزف على آلة البيانو من داخل كنيسة مدمرة في مدينة بخموت بمنطقة دونيتسك في أوكرانيا. نتابع. Thank you.
نتحول الآن إلى لبنان، حيث هزت قصة اللبنانية حسين البعريني مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذا اللبناني الذي رهن سيارته في مستشفى من أجل أن يتسلم جثة طفله الرضيع، فما تفاصيل هذه القصة؟ صار معنا دقولي من المستشفى الصبح، بيقولوا لي عند بي الطفل انت حضرتك؟ قلت لهم نعم. قال بعيد لعنك، توفى الصبي، فيك تيجي تستلمه. رحت لهونيك، فوصلت كانت اسا مسؤولة المحاسبة بعدها من واصل، قالت لي طالع لك 2400 دولار. قلت لها معي 400 دولار. قالت لي طيب والبوايا؟ قلت لها بعطيك اياهم باليومين 3 ايام بالضبط. طلعت فيني اياك، قلت لي طيب معك سيارة؟ أول شيء قلت له لا أنا ما معي سيارة. قلت له ما معي سيارة، انكرت. قلت له لا شو السيارة؟ قال بتخليها هون رهن. قلت له إيه معي سيارة، تفضلي معي سيارة ابن أختي. مسكت وعطيت المفتاح. بعد ما فينا نتساعد نحن وياه، حتى جبنا جمعية ساهمت بأنه تعطيه جزء من المبلغ اللي لازم يندفع. ولما طلبنا منه نحن عند خروجه بس إنه يعطينا ضمانات إنه هو حيرجع يكفي المبلغ اللي عليه المتبقي. مع الأسف الموظف اللي عنا اعتبرت إن هذا حيحافظ على حق المستشفى، ويمكن ما أخذت بعواقب شو ممكن يكون عند الناس أو عند المجتمع. يقال دائما ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وفي مونديال قطر قصص ملهمة جمعت أسود الأطلس بأمهاتهم تكريما لهن. نتابع. ونبقى دائما في أجوال المونديال، مونديال قطر. وبهذه الطريقة عبر فنان فلسطيني عن فرحته العارمة بانتصار المنتخب المغربي الذي ألهب مشاعر المشجعين العرب. الله يا مغرب، مغرب العروبة بين الأمم. يسعد أشرف، يسعد أشرف، جول 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 جول. الله يوصل، الله يوصل، الله يوصل، الله يوصل، الله يوصل. برافو عليكم، كنتم أبطال. التاريخ يكتب، التاريخ يكتب من جديد. الله على ملحمة الأبطال. بعد هذا الإبداع سنبقى دائما في أجواء المونديال، ولكن اللافت في مونديال قطر لهذا العام هو الحضور البارز للعلم الفلسطيني سواء داخل الملاعب أو خارجها. نتابع. Just to know that there are people over here that actually support me and will welcome me. Free Palestine! Free Palestine! Palestine forever! This is the first time I'm able to wear the Palestinian flag like in a public area like this, which it feels proud. It just feels proud. الآن بعيدا عن أجواء المونديال، مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لوصول 248 مهاجرا إلى ميناء ساليرنو الإيطالية على متن سفينة إنقاذ. نتابع. موسيقى
الآن مشاهدينا نذهب إلى بريطانيا، حيث يتساءل كثيرون عن بكتيريا المكورات العنقودية ستريب أي التي تسببت في وفاة أطفال. الإجابة في هذا التقرير. نتحول الآن إلى كوريا الجنوبية، التي أقرت قوانين تقضي بالعدول عن نظامها التقليدي في حساب الأعمار. فرحة عارمة بين النساء، ما سببها يا ترى؟ نتابع. الآن نعود إلى تركيا، حيث فاجأ وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، فاجأ نواب البرلمان بقدومه وهو يقود السيارة الكهربائية محلية الصنع توغ التي زينت باحة البرلمان. نشاهد. مسك الختام مشاهدينا بهذا الفيديو من مكة المكرمة وكمية الأمطار الغزيرة التي تساقطت هناك. نتابع. استمروا مشاهدينا في التفاعل معنا على صفحتنا، ولا تنسوا أن رأيكم هو المحور وأن تفاعلكم أيضا هو الذي يصنع الخبر. وفي حديث الميديا، منصة مفتوحة دائما لآرائكم. في أمان الله.